اهلا النحيلات ديالي الغزالات اللي كيخرجوا غير العسل، ما تنساوش هذاكم تخليو لختكم رجوع بزاف ديال لي لايك. وشركم مبروك، تخلي لكم الصحه والعافيه وطول العمر. خليو لختكم لايك وخليو لي تعليق، بغيت هذا الفيديو يتفرقع بالتعليق. كنبغيكم وكنحماق عليكم اليوم ان شاء الله دوز معايا يومين. يلا يلا اختي باش نكمل لكم الفلوق ديالي. قررت انني نهضر لكم على البلاك ديالي. بالنسبه لبنوتاتي مازال ما خدامش البلاك ديالي، اشنو كتسناي اختي؟ خديتوها بزاف وتبارك الله، هذه هي الكوموند الثالثه اللي كنجيب تبارك الله كرتونه كبيره وكتمشى اللي كتاخذ ماما اللي كتاخذ اختها. غنخليكم النمره ديالي في صندوق الوصف مكتوبه هنايا، اللي بغات تاخذ البلاك البنات ها هي 150 درهم، اللون ديالها اونوتي كيحمق، ولا لي فغيزون عبر امانه ب 45 درهم. البنات انا بغيت ندير لكم ديك اللعيبه ديال 199 درهم لايف فغيزون غراتويت، ندخل لكم شي فشي، بغيت نكون معكم البنات صريحه وصافي البنات. هاد القضيه مزيانه، غير انا خفت هاد تجيكم غاليه وداكشي، ويسحب لكم انا راه داكشي كامل كنربحو. انا الحمد لله ربحت شي حاجه قليله، وسولوا على هاد ماكسي صالون شحال كتباع البنات، وما غاديش تلقاوها بزاف اصلا. انا فاش كنبغي نجيبها من عند السيد حتى كيسول لي الرام ديال المحلات عاد كيلقاها ليا وصيفط عليا. المهم البنات، بلاك 150 درهم. الناس اللي واخا تكون شعرك كما بغى يكون مقرد حرش كما بغى يكون، غتصيفط شعرك واعر 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 كما بغى يكون شعرك، واخا يكون ما عرفت اشنو، واخا يكون مقرد، واخا يكون ما عرفت اشنو كيتشنتف ليك، ما كيبغي يتصايب لك باي بلاك. هذه البنات لقيتوني انا صايبت بها قبيله، كنت كدير لي ستوري في انستغرام. ها هي البنات، عرفتوا اللون ديالها كيحمق، كتجي بحال هكايا وكتوصلك البنات حتى لباب الدار. وهاي النمره ديالي كنت دياولي، اللي بغات اي حاجه مرحبا بكم. وراه بقى عندي حتى واحد البيجامات انا غادي نبارطاجيهم معكم. المهم البنات كتجي بحال هكايا وخفيفه بزاف، خفيفه ديالي خفيفه 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 لواحد الدرجه. شوفوا اللوين ديالها البنات، شوفوا اللوين شحال كيحمق، واعره واعره يا البنات، والثمن ديالها مناسب. انا شنو خصكم تعرفوا البلان، انا كنت شحال كنقول لكم شي بلاك شي بلاك. صافي فاش جربت هذه عجبتني، ما حرقت ليا الشعر، كتصايب ليا سو بلاص خفيفه وكتسخن داغي. قلت هذه غنخدم عليها مع البنات وغنخلي حتى البنات ياخذوا واحد، خصكم تستافدوا منها يا البنات، حيت فريمون زوينه بزاف. الا اختي لقيتها في شي بلاصه اخرى بصحتك خديها، حيت فريمون زوينه، ولكن بيصعبك اختي تاخذي من عندي. فريمون واعره يا البنات، تخيلوا الدقيق تدخل الحراره ديالها 200 200 في الحراره. بالنسبه كذا ديال البنات قنيطره لا فيغيزون غراتويت، القنيطره و الاسواق السلام جبال فابور وحتى الفيلاج فابور، ولكن الناس بلاصه بعيده بحال دابا اليونس ولا الفوارت ولا شي حاجه ب 15 درهم. راكم عارفين اخواتاتي كو كان المازوط غير ب 8 درهم ولا حاجه ماشي مشكل، والله العظيم يجيبها لكم زعما فين ما كنتو فابور. ولكن اخواتاتي حيت انا اصلا ما رابحاش بزاف وغنزيد نجيبها بالمازوط وداك الشيء، حيت المازوط غاليه البنات شحال ما درتي والو والو والو. وهادشي اللي كاين في البدايه ديالي، الا كنت شفتي بلاصه بعيده 15 درهم بغيتي تجي لها الفيلاج ديالها سوق السلام راه تجيبها لك. فريمون يا البنات واعره، كتسخن داغي، وشوفوا يا اختي اللوين وداك الشيء الجمال. انا غادي نصايب بها قدامكم باش غادي يا البنات الجديده ديال البنات، انا حاولت غير نوريها لكم. وغادي نمشي نجيب البلاك ديالي، حيت بيان سور انا عندي وحده يا البنات، وواحد المره كانت صافي تسالوا ديال البلاك واحد البنت، قلت لها راه عندي ديالي، قالت لي الله يعطيك التربيه هذه عافاك عافاك، راه ما يمكنش، راه خدتها صاحبتي وقالت لي ضروري تاخذها من عند رجبو. قلت لها اختي دابا شنو عندي دابا، ما يمكنش انا راه صايبت بها. قالت لي اختي ماشي مشكل، واخا صايبتي بها هاني اختي غصيفطيها لي عندي دابا انا مقبله بلاك، وهادي شحال اللي تربيه. قلت لها غير تسناي راه غير واحد 3 جوج. قالت لي لا اختي والو، انا صاحبتي كثرت ما شكرات عليا. قلت اختي انا حيت باغا بلاك، حيت فريمون ما عنديش بلاك. قلت لها اش غادي لك صافي ماشي مشكل، اصلا يعني كانت باقا نقيقيه وداك الشيء بلومبالاج وداك الشيء. وصافي يا البنات كما قلت لكم تجي على هذا الشكل هذا، فغنمشي نجيب البلاك ديالي وغنصايب بها. كنت كنصايب كندير لي ستوري وصايبت بلاك. شوفي يا البنات هذه راه غير تدويزه وحده، وعاد الناس اللي بغاوها كاي الشعر بوكلي راه كتصايب الشعر بوكلي، انا كنشدو كنبوكلو غير من التحت. انا غادي نوريكم البنات البوكلاج كيفاش كتصايبو، عاد نوريكم كيفاش كتصايب الشعر. عرفتو كتصايب لي بوكل واعر من البنات وتيبقاو فنين. انا غادي نوريكم بلاتي صافي سخنات. المهم كان افضل تخليو سخن مزيان، هانتوما ها كيفاش كنصايبهم انا، وما كتحرق لا والو، تقدر تشديها بيديك ما تخرج لها السخونيه بزاف. صافي وخلي حاولوا البنات تخليو بحال هكا باش لي بوكل يبقاو شادين لكم. بالنسبه للبنات اللي ما كيشدولهمش لي بوكل، كاين اللي كتكون زغبه عندها رقيقه، كاين اللي كتكون عندها الزغبه رطبه بزاف. ان شاء الله دابا نوريكم كيفاش كنصايب شعري. شوفوا لي البلاك ديال 3000 ريال عباد الله، شوفوا لي البلاك ديال 3000، شوفوا لي بوكل اللي كتخرج. شوفوا البنات الشعير كيفاش كيخرج لامع واعر. اختي اختي تاخذيها من عندي اختي، تشجعي اختك رجعوا في المشروع ديالها، غنضحك معكم البنات فريمون فنه قسما بالله. شوف شوفي اختي، شفتوا شفتوا شحال وحده ما كتيقش كتقولي رجوج بصح تصايبي بوكل واعر، والله حتى كتصايبوها. انا ما نحبش ليكم يا اختي، اللي بغات البنات تواصل معايا في الرقم ديالها ديالي
06 79 74 22 08 غادي نخلي لكم هنايا وما غاديش تنمو غتحمق ولا غتقول لنا صاحبتي بغاتها والله الا اللي كديها كترجع كتاخذ من منها لصاحبتها ماما وداكشي كترجع كتعجبها وخفيفه خفيفه بزاف خفيفه بحال اللي بحال اللي قالتها كتلعبي وكتصايبي واعره يا البنات شوفوا ولي بوكل ديالها كيبقاو فنين ما كينزلوا لها حتى شي حاجه هانتوما شتو هو غير دقه واحده طق طق تتصايب ليك خفيفه ما كتضرك لا يدك لا حتى شي حاجه مرحبا بكم الكبدات ديالي اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا وغادي نوريكم حتى البيجامات اللي بقاو عندي سورتو واحد البيجامه سولتوني عليها بزاف بشيت باش نعاود نجيبها لكم ولكن لقيتها غير وحده نمره ال اللون ديالها مامو باكاشري غادي نوريها لكم بالنسبه للبنات اللي كنهضروا معايا في واتساب وكنتسالات لا باقا شي وحده من تما راه جبت لك اختي هذه وحده ال المهم دابا غناخذ شي زغيبه في بيدات ناخذ شي زغيبه وغادي نصايبها قدامهم انا شعري غير من الشفاه شوفوا شوفوا شعري كي مقرد من الوسط انا نوريكم كيفاش كتخرج الشعر البنات ويجري تحت الاخرى ماشي مشكل ها نتوما البنات كتشدي ومن بعد ما كنوريكم تتشديها هكا بالمشطه اللي كيعجبني كتجبدي لي غاسين مزيان البنات لي غاسين هما اللي عليهم العبده باش العبده باش ما تيبقاش الشعر من فوق هكا كتهبطي بشويه بق ايوا قولي يا اختي رجوع ما تفيدكمش وما كتجيب لكمش الميزات اختي بلاك 3000 ريال خفيفه واعره شوفوا كتحمق واللون ديالها اونوتي والزويونه وكيت كتشهي شوف شوفوا ما بقى حتى حاجه شوفوا الشعر كيفاش كتخرجوا من الدقه الاولى ديال الدقه الاولى اما اختي لا عاودتي الثانيه هكا البنات نتوما فتبغوا تصايبوا شعركم ان شاء الله دابا ندير لكم فيديو كما قلت لكم جبدي مزيان لي غاسين وهبطي هكا وانت كتهبطي انت كتمشطي بيدك ولا بهذا شوف شوفي اختي شوفي شوفي الشعر كيفاش كيخرج من الدقه الاولى المهم كنت ديري ما بغيتش نبقى نصايب بزاف حيت هنايا المرايه مع التليفون ما كيساعدنيش بغيت نجلس قدام المرايه ونبدا نصايب خفيفه ما كتحرك لا في يدك لا شي حاجه وكتصايب واعر بوكلي ولا اللي بغيتي فريمون كتصايب فن شوف واعره واعره البنات المهم اللي بغاتها مرحبا بكم والف مرحبا انا نوريكم البنات اشنو بقى عندي في السلعه بقاو عندي هاد البزات مات اللي كيحمقوا ها اللي خدات ثلاثه ها اللي خدات جوج والله العظيم البنات فاش كنقول لكم شي حاجه زعما راه بصح فريمون فنين ودرت لهم بروموسيون غير 30 درهم البنات كانوا ب 40 درهم ودابا درت لهم بروموسيون غير ب 30 درهم غير اللي مبغاتش تبرع راسها فريمون يا البنات بزات مات فنين شوفوا هانتوما الناس اللي كيبقاو يقولوا هادوك راه كيديروا غير ب 400 درهم سير اختي هذا جمله انا ما جايبهاش ب 400 درهم بلا ما نبقى نحلف جمله وما جايبهاش ب 400 اختي هذا والله لا لقيتيه بهذا الثمن اللي كنقول لك انا يا سير سولي بشحال كيحطوا لي باج فهمتي يعني مابقاش بنادم يحكر انا كنت دايره لي 40 درهم درت له 30 درهم راه بحال فيه غير شي بركه قليله بزاف غير سوينتات هانتوما يا البنات شوفوا السنيسله وكلاس وفن وكتهزي في اليد كيجي فن خلينا اختي من دوك البزاطم اللي كتقولي ب 400 درهم سواقين ما فيهم يتشافوا خلينا اختي ساكتين خلينا انا راه البزطه كنت كنشري ب 90 درهم من مينيسو 40 درهم 50 درهم حيت البزطه واحد الحاجه اللي كتستعمليها ديما خصك تاخديها شويه تكون الكاليتي ديالها مزيانه بقى غير هذا هانتوما شوفوا السنيسله وداك الشيء كلاس بقى هو هذا نيت ها هو المهم هادشي كامل البنات راه باقي في الميكا ديالو غير انا جبدته باش نصورو لكم كاين هذا لوي فيتون شوفوا بيسو الناس لوي فيتون مزوره وكاين هاد الكريت هو كيحمق ها نتوما البنات شوفوا درت لهم بروموسيون 30 درهم شوف اختي شوف 30 درهم اختي وبالنسبه اوبس 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 المهم طاحوا المهم بنادم يعني يقول خير ولا يسكت صافي خلي الانسان يترك على الله بالنسبه لهاد الروايح تبارك الله ما شاء الله بعتهم كاملين بقاو ليا غير هاد الجوج ديال البنات بقات ليا انا الابيض اللي ريحته كتحمق واعره يا البنات هاد انا الابيض عرفتي شحال تبعت لي وانا العربيه كلهم 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 تبعوا ليا هاد انا الابيض ريحته واعره ريحته نقاوه كتبقى مجهده بزاف يا البنات كاين اللي خدات من عندي جوج كاين اللي خدات من عندي ثلاثه كاين اللي خدات من عندي وحيده كل وحده شحال خدات تمشاو بزاف واللي خداتها كتقول لي فريمون رجوا روايحهم فنين وكاين هاد الريحه هادي قال حتى هي واعره هادو يا البنات كانوا 45 كانوا 45 درهم رجعتهم الكبيدات ديالي غير 35 درهم يلا غير اللي ما بغاتش 35 درهم نقصتيهم 10 درهم بقاو عندي هاد الجويجات البنات وبغيت ندير لهم بروموسيون وريحتهم كتسطي انا ابيض ديما باش نشكرها ليكم بالنسبه لهاد الروايح ديال الشعر حتى لو ما درت فيهم بروموسيون وبقاو غير هاد البركه هي اللي بقات البنات ها نتوما جبت منهم حتى هما جوج كراطن بقات منهم غير هاد البركه حتى هما درت فيهم بروموسيون باش ان شاء الله ندخل لكم سلعه جديده نجيب جلوبات وداكشي ريحتهم كامله واعره عرفتي شحال واحد كتهضر معايا كتقول لي رجوا راه حرت الا اللي ناخذ كنقول لهم راه انا اصلا كنت رجع عجبوني كامل جبتهم كاملين كاين اللي خدات جوج كاين اللي خدات ثلاثه وكل واحده كتاخذ على قد الجيب ديالها
فنين واعر، ريحتهم واعره كتبقى واعره الشعر، وهذه اختي تقدر ديريها في اللحم ديالك وتقدري تريحي بها، تقدري تستعمليها بزاف الاستعمالات البنات. هاد الروايح هادو يا البنات كنت دايره لهم 30 درهم، درت لهم غير 25 درهم. ها نتوما البنات واللي خدات جوج غادي نخليهم لها ب 20 درهم. شوفوا واعرين 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 بزاف، وسيروا سولوا عليهم شحال كيديروا، سولوا عليهم شحال كيديروا. كما قلت لكم كنت ديالي بقاو غير هادو، اللي بغات اي حاجه تسكريني ليا ومرحبا بكم والف مرحبا في الفيديو ديالي. وكاينه هذا الكريم ديال الفرايز واعر واعر بزاف، ها هو البنات 20 درهم، هادو حتى هما تباعوا، تباعوا ليا لي باك. وكاينه هذه البنات ها هي 30 درهم، شوفوا هذا ب 20 درهم وهذا ب 30 درهم، يعني بجوج ب 50 درهم. ها انتم شفتوا فنين فنين. او اللي بغات اي حاجه تسكريني صافي سالي زعما نمشي اختي نطلع على غدايا ونرجع. خلي لابسه انا كيجو واعرين، قاتيه في اكس ال، هذا اللون خضر كيحمق، واحد الخزي بارد غادي الفير او واعر يا البنات. هذه 130 درهم البنات، ها انتم اكس ال، وتقدر تلبسها حتى الدوبل اكس ال حقاش كتجبد المبرد ديالها كتجبد فن يا البنات. هذه بقات عندي غير الاكس ال، انايا كندير كنحيد البيجامات باش باش شحال نقول لكم ان شاء الله ندخل الجلبات. بالنسبه للبيجامه المنمره اللي كتسولوني عليها كنت ديالي، ها هي بقات عندي غير هذه الوحيده، هذه مولاتها كنتسناها تجي القنيطره باش تاخذها. هذه يا البنات بيجامه ديال تركيا ستان واعر، شفتو لابسه في الفلوق ديال لوتيل، دايره ب 200 درهم البنات. ها انتوما ستان واعر، والبنت اللي خداتها كتوصلها وكتقول لي رجوع الستان ديالها فن وتستاهل داك 200 درهم فريمون كتحمق يا البنات. وانا مكره زعما نبيعها اقل، ولكن والله الا جايبها غاليه بزاف يا البنات، غاليه غاليه والو زعما عييت نقلب هكا على شي حاجه مال خاص وتكون هكا ديال النمر، غير زباله. هذه يا البنات اللي روميه يعني جمله وكتبع غاليه، انا ربحت فيها غير شي بركه قليله بزاف بزاف، درت لها 200 درهم. ها نتوما يا البنات كتحمقوا فيها من الام حتى الاكس ال، جو بونس تدوب الاكس ال، لا هي الاكس ال، هي الاكس ال، ها هي البنات كيفاش كتجي، كتجي كتحمق واعره. دابا نخليكم لا فوطو ديالها. وبقات عندي هاد الحجامه اللي اللون ديالها كيسطي، بقات عندي في الال اللون ديالها فن يا البنات، واحد الكاشر فن فن، واحد النيود واحد اللحمي واعر. ها هي البنات 130 درهم 2600 ريال، ومرحبا بكم اخويا ديالي. لا يغرضوا عبر امانه فين ما كنتو غتوصلكم لا كوموند ديالكم. صافي اخويا ديالي هادشي اللي بقى لي في السلعه، تبارك الله ما شاء الله الحمد لله، شكرا لكاع الناس اللي خداو من عندي، شكرا لكاع الناس اللي تقوا فيا، فريمون تنبغيكم بزاف، الله يسهل عليكم. واللي خدات شي حاجه كتعجبها وشي وحده كتقول لي راه واش بصح البلاك على حساب، تنقول لها شوفي انا ما نقدرش نبيع لكم شي حاجه ديال الحشم وجهي معاه، نحشم وجهي معاكم امبوسيبل البنات. فمرحبا بكم اخويا ديالي، خلي لكم النمره اللي بغات اي حاجه تسكريني، دخل تقول لي رجوع بغيت هذا الشيء على لي زانفو ديالي، صيفط لي الفلوس ومرحبا. لا الغد نمشي نصيفطها، لا ماكسيموم توصلها في 48 ساعه وبالصحه والراحه ونكمل. المهم اخويا ديالي راني بدلت امانه كيف قلت لكم، وبالنسبه للناس ديال سلا ولا رباط جو بونس واحد الشركه كاينه 25 درهم، كازا 30 درهم، المهم بحال هاد الاثمنه رخيصين بزاف. ودابا كيدو ديالي غادي نمشي اختي باش الليبرو عداش لامي الدار يا اختي، وشحال زوينه تكوني يا اختي دايره شي بروجي وكتخدمي عليه وفرحانه. اليوم ما شاء الله غادي نمشي ليفري لكم السلعه ديالكم، تبارك الله ما شاء الله البلاك شحال تبات، اي حاجه كنحطها الحمد لله والشكر لله كتاخذوا من عندي بعينكم غامضين. اللي كتاخذ البلاك كتشكر، اللي كتاخذ بيجامه كتقول لي هذه زوينه هذه هذه، شكرا لكم بزاف اكبيت ديالي. وصافي يا البنات شكرا على الثقه ديالكم، كاين اللي وشكرا حتى الناس اللي واخا ما كتكونش باغا تشري كتدخل كدعي معاك وكتقول لك دايره زوينه لهري ختكم هكا بدات دياولي. وصافي يا البنات اليوم عندي شحال من حاجه، عندي ليفريزون غنليفريها لها رفيق هاله، غنليفريها غنليفري واحد البنت في لاكار، غنليفري واحد البنت في تبارك الله ما شاء الله، الله يزيدنا والله يزيدكم والله يسهل عليكم. واللي بغات اي حاجه هالنمره اي حاجه بغاتها مرحبا بكم في الفيديو ديالي، الف مرحبا خصكم رجوعات من دي بنات الشعب اللي عندها واللي ما عندهاش تلبس وتقادت ماكي مع رجوه. وصافي كبيتات ومن تما غادي ندوز المارجان غير غندور ما غاديش خسر فلوس الا لقيت حاجه زوينه، اما داك التخربيق كامل نقدر نجيب فرماج فايز ما بقاش صافي، وندوز اختي نبيعو ناخذ دانون. والسلام عليكم الهريات البنات، الهريات ثم الهريات ثم الهريات، هما ديال التقضيه سالينا الزيت الطحين مسائل صحيحه. بغيت اختي شي حاجه صايبه في الدار والسلام عليكم، حيت فريمون داكشي ديال السقاطات هي اللي كتجيب، وانا راجلي والله ما كيبغي داكشي كيشريش، كيقول لي علاش رجوات تخسري علاش رجعت تخسري بداكشي. وصافي كبدا ديالي انتم ديولي غادا نتلاقى هاله، المهم دابا انا غادا ليفري عاد نمشي نقضي الاشغال ديالي وغنتلاقى هاله رفيق غزاله داك البنت الظريفه مساكن دراوش الله يسهل عليهم، خدات من عندي بيجامه يا المهم البنات مشي شدني شي واحد البنات حيد التليفون من السيبور حيت كنت كنهضر مع هاله، غادا نتلاقى مع هاله هاله ورفيق دز من عندي بيجامه وريحه.
وبصحتها وكنقول لها شكرا لهاد المنبر غزاله داك البنت طريفه وصافي وغادي ليفري شحال من بنت. البنات قولوا انا شكون تلاقيت. ايوا اختي انا قاصه كنبيع ونشري ويدخل عندي ها هي الاولى قالت لي والو داك البيجامه داك البيجامه والله الا هذيك اختي كيطه وجاوني بزاف هي تقول لي بغيتها 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 صافي جاني الميساج ديالها هي فن انت تشوفي وجاني الميساج ديالها صافي انا نخليها لها تنجيبو ان شاء الله البنات انتم شوفوا حولي السلام عليكم ربي يخليك والله احسن من الكاميرا كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير والله الا مش انا بنت قنيطره وهي بنت قنيطره من اليوم نبقاو نخيطوا انا وهي صافي ربي يخليك تلوصون بالوار واعر والله الا تلقيصون ونوري لكم واعر صحتك والله يخطيك الزين فيديو دياولي لقد وصلت بغيت نمشي مينيسو ياك قال لك اختي واحد الفوطه تينشفو كذا والطن والطن وداكشي المهم راكم عارفين خرجت نمشي لفتيز ونخشي نخسر فلوس انا عندي الحوايج واحد الفوطه قال لك تينشفو انا شفتهم في الخبازه صراحه ما عرفتش شحال كيديروا ما عرفتش واش ديال الخبازه زوينه ولا هادو ديال مينيسو قال لك تتنشف الشعر فاش كتخرجي زوينه قلت له والو كتنشف لك شعرك يا اختي حنا نشوفو صافي نتوما معايا انا جيت مينيس ما عرفتش غدير ليا كوبي ريت ولا لا خاوي مع اليوم الجمعه وداكشي نشوف لقيتها تاهي شي جديده من غير هذيك عرفت تعجبني الحال فاش ما كنلقاش باش كتخسر شي اختي الفلوس دور عليا قرزازه ولكن قلت لها زوج مي فلوس كبار كنبدا تخربيق هوني البنات كنت كنشوف الروائح بقول انتم واش الروائح ديال مينيس زوينين سيام صراحه كانت خذت واحد الريحه وما كانش زوينه بزاف داغي كطير انتم قولوا لي واش زوينين ولا لا واش كيبقاو ولا لا البنات شوفوا هذه الريحه هاي ما عرفتش شنو سميتها المهم واعره 89 درهم عرفتوا فن 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 شكون عرفتوا واعر بزاف قولوا انتم الروائح ديالهم واش زوينين ولا لا اللي بغى يعطيك هذا الصراحه يجي عند مينيسو اللي عندك زعما هكا بيتزا صغير يجي من المهم مينيسو ويعطل الله مي واصلا ندير بحال دابا ديال واحد 200 درهم وتجيب بزاف ديال الحاجات زوينه فونديتان ديال الماركتان فونديتان هذا فونديشن انا كبده ديالي جربت لكم فوندو تان ديالهم صراحه ما عمرني جربته انا نتوما قولوا عليا خفيف تقدروا ديروه كل نهار ما كنظنش انه غيكون تيكوفري ما عرف يمكن الا درتي جوج مرات يقدر يكوفري لك المهم خفيف وزوين وميدم وخفيف على البشره ديالي هاد الكاتمه يا البنات راه انا اللي كنبيعها عندي في البلون وعندي في الكري وعندي في الكحل مرحبا بكم تنموت عليهم كتار هادو الضياف زوينين مزيانين الضياف هكايا تحطو مع داكشي البلدي كاين في كرين نجو يا البنات هادو بتسعود وسبعين هاهما الكيسان سمحولي طاحت لي الساشية هاهما مجبونيش داير قاعهم هكا
مرجع مع المرأة شو تسمى شي حاجة وكنقول هذه خاصني ناخذها بشوية ونقول لها رجع خاصك تحطيها ما فيهم خسران. راسي ضارني بزاف عينيا دايرين كندورو صافي ما بقيتش شي جديد نصورو لكم. شوف مصورت لكم والو صورت لكم شي حاجة كيسان وصافي كاين واحد القرعات ب 30 درهم نسيت بصورتهم ليكم. البنات هادو فين 25 درهم زوينة للضياف. انا حيت عندي قرعه بقيت كنقول ناخذهم وناخذهم كاين هاد الشكل كاين حتى هذا 25 تاعو كيحمقوا فنيين واعلي ماشي في سنه كف الدوري ما عرفتش واش تلقاهم ولا لا. المهم ها هما شفتو 25 درهم المهم كده ديالي جيت للدار سرحت وداكشي لقيت راجلي مازال ما جاش من الخدمه وانا نصايب هاد لاصوب شفتها في انستغرام. الا بغيتو كنصايب لكم ديك الوصفات الثانيين ديال الانستغرام اللي كنتكم هكا ما شفتوهمش ولا شي حاجه. صايبت هاد لاصوب هادي فنه كتجيب البوله بصيله ومطيشه الحك وسوريس وداكشي كتجي بنينه كديروا معاها التمر وداكشي وكتجي غزاله ورايبه. البنات راه انا اللي صايبته. سلام البنات معكم اكرام من قناه ملخصات اكرام. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعواشر مباركه. جيت نعرفكم بالقناة ديالي اللي كندير فيها ملخصات الأفلام بطريقة سهلة ومختصرة اللي كتوفر الوقت في مشاهدة الفيلم كامل وفي نفس الوقت كتستمتعوا به. كنتمنى منكم تدخلوا للقناة وتضربوا دويرة في الفيديو اللي حاطة وإلا عجبكم المحتوى تقدروا تشتركوا في القناة وتخليوا لي لايكات ولي كومنتير اللي نقدروا نتقربوا فيهم مع بعضياتنا أكثر. وكنتمنى منكم تدعموني وتشجعوني راني يلاه بادية. مرحبا بكم كاملين وشكرا بزاف لرجوة على حسن التعامل ديالها. شكرا بزاف بزاف وسمحوا لي طولت عليكم ونخليكم مع مقطع صغير من واحد الفيديو اللي يقربكم من المحتوى ديالي. بداية الفيلم ديالنا كتكون في النهار اللي كتزاد فيه ستيلا اللي كيف ما كتلاحظوا تزادت بشعر نص كحل ونص ابيض ومن داك النهار والناس كيشوفوا فيها بنظرة اخرى. ملي كتكبر ستيلا كتكون شويه قاصحه في التعامل ديالها حتى مع ماماها. هادشي اللي كيخلي ماماها تبقى تقول ليها راه كيسميتك ستيلا ماشي كرويلا زعما كرويلا هي الشخصيه اللي كتكون خايبه فيها. نهار كتدخل المدرسه ماماها كتوصيها وتعاود وكتقول ليها خليك ستيلا وتعاملي مع الدراري اللي كيقراو معاك مزيان. ستيلا حاولت دير بالهضره ديال ماماها وتعاملي ديالي كما شفتوا هضرت معكم ملخصات اكرام غزاله. كنتمنى انكم كاملين يا بنات تمشيو عندنا وديروا لها ابوني ونكون عرفتكم على هذه القناه الغزاله حيت غنموت تستاهل 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 بزاف. غادي نخليها لكم كما قلت لكم في صندوق الوصف البنات زوينه ديك البنت بزاف وما غادي نخسر والو. البنات ديالي كما كنقول لكم ديما فضلا وليس امرا غادي نخليو لها فقط لايكات على الفيديو ديالها وديروا لها ابوني لانها تستاهل طونصا وان شاء الله شي بشويه حتى تولي توصل قناتها 100k و200 و300 مليون والله يسهل البنات. واحد لا ريفيرونس انتما كتبقاو تقولوا لي من بلين راه لا تيبقى عندي انا واحد لا ريفيرونس واخا تناكل ما تيبقاش. شوف واحد الايلا كنت درت وتمسح بعدا واحد الايلا ديال ميدر ماشي ميدر ريال كنت شريت فيه قلم ديال الحجبان شريت خرجت فيه كنت شريت فيه شي قلم ديال الحجبان والاخر ايلاينر وحسبوا غام ديال ميدر ريال وحسبوا لي بشي 25 درهم حيت فيه زعما جوج ما عنديش البيض ديالي عرفتوا تسخسختوا ليا انا بزاف هاد الحاجه يا اختي بحال تمسح بحال لي بوي مالي ترقوا في الاخر ديالنا ما كاينش اللي كيتمسح واحد لا ريفيرونس جو بونس 15 شوفوا يا الناس كليت هو يتحيد ما كاينش زيت ولا شي حاجه غير خبيزه فيها الكفته وتحيد يا اختي مشي كاع لا ريفيرونس في ميبل اللي انت يبقاو حتى واحد لا ريفيرونس عندي في ليموني حتى هي ما بقاش. المهم انا قلت لكم ديالي اول حاجه خديت هي هاد العيبه هادي رونجمون خديتها من مينيسو صراحه هي البنات ما نكذبش عليكم عجبتني بزاف لقاش انا عندي الماريو شويه قصير وماما والله ماما قالت لي جات عندي وقالت لي خاصك قالت لي ما تخليش الماء يقرع. خديت هادي نشوفها كيفاش غتجي في الحطه ونزيدها هكا جوج مع بعضياتهم هكا وهكا شي مابقاش داك الماء يقرع. وابار هذا البنات انايا حيت الكوافيز مشتوه البنات الكوافيز عندي انا غير داك المجرم ما عنديش انا داك لونجمون ان شاء الله حتى بعد نبدل الكوافيز ديالي ما عنديش ندير لو سوتيان داكشي غير كنستفون داكشي هادي البنات غتستفي جيا فيها لي سوتيان ويبقى انا هذا خاصني منه ربع حتى يجي بزاف ديال لي انا ولا هو البلاك فوتو كيفاش كيجي انا نوريه لكم بنتي تبقى قولي نصور الكاميرا ها الكاميرا اختي عادي خاصني نزيد في الرانك بعد شويه انا نوريها لكم شويه بنات صغيره مغربيه شويه ياك البنات قولي لي تكون جاتكم الثمن خمسين درهم كافي ممكن زوينه نستاهل وخاكي ب 75 درهم البنات كبيره يا اختي كتجي بحال هكا في الحطه ماشي كشكا زعما
كتجي عشوائيه من بحال هكا كتجي كيمشي هكا كتبقى الحطه ديالها عشوائيه. هانتوما البنات زوينه صراحه هي البنات وتهز ليا البالي ومازال ان شاء الله نزيد كاين مازال نزيد وحده مريض بقى صغيره من الجناب نحطهم جوج ديال دي الوسط كبيره فوق الماريو وني جايه في البونكاسي الباجي يعني تيم ديال بيت ناس عندي شفتو فن صراحة من مين صورنا شكون سبعين سبعين درهم يافو اشنو خديت خديت البنات هادو خديتهم بروموسيون هاهم انا صراحة مكنغسلش في البامبوش بزاف فاش كنكون هكايا مريضة ولا شي حاجة ولا فمي كيضرني كناخد واحد الواحد معقلتش شو سميتو اي طبيب كيخرجولك معقلتش المهم دار شي 16 درهم مخفيتش 20 درهم زوين اللي عندو اللحم مريض كيسيليه بالدم وهادو يا البنات اللي استغلت تشوف الاشارات وداكشي بزاف خديتو كاين واحد غير واحد بحال هذا ديالو 35 درهم بقاو تضربوا على البنات من البروموسيون هاد جوج البنات دايرين 35 درهم وكاين واحد بحال هذا بوحديتو داير 35 درهم وكاينه البنات واحد اخر ديال اوغال بي فيه جوج كبار من هادو ولكن انا بغيت ناخذ هذه البنات حيتاش الاخر اوغال بي نفس اوغال بي يعني انا او انا من النوع اللي الحاجه دغيا كتطلع لي في راسي اوغال بي داير نفس الحاجه ماشي مبدلينه بشي واحد اخر داير نفس الحاجه هذا كاين هذا سوان بلونشو وهذا فريش شفتو انا نحلو مع البنات ونشوف الريحه زوينه البنات صراحه تخلي الريحه زوينه شفتو في الليل فاش تحكي سنانك وكديريهم الصباح للصباح شكل الريحه زوينه في فمك ماشي شو زوين شو تقريبا بحال داك اللي كنت كناخذ من لافارماس داك شو زوين هانتوما ها هو هذا سوان فريش وهذا هو وقت نحلو اختي حلا لي انا يا ربي البنات يدي ولات حمراء او نشوف او هذا ريحته فن اكثر هذا ريحته هذه ريحته البنات الطبيه اكثر وهذه ريحته فن ريحته واعره يا البنات هذا كتسمى سوان بلونشور كبير يا البنات فيه 500 مليلتر وهذا فيه 250 مليلتر يعني النص ديال هذا نشوف هاد الميكا تخلط كلشي هاد البندوش هاد ماكس ها هو هاد البندوش الا مشيتو للمرجان خذوه كاين ديال الفخوي كاين هذا كاين ديال السيل شي حاجه ملحه شي حاجه وكاين ديال الالوفيرا وجو بونس كاين حتى ديال الخزامه ما عرفتش المهم البنات كلهم فنين فنين حرت ولكن هذا صراحه نمبر 1 واعر كيعجب الفخوي انا ما كيعجبنيش بزاف البندوش ديال الفخوي راه يعجب هذا ديال الفروز مجهد وحتى هذه البنات ديال ارغان واعر واعر حتى شون بوين واعر البنات هذا زوين هذا تيخلي اللحم رطيطك واخا ما ازام انا ما طحتش على شي بندوش اللي يكون زوين كل يوم نسود واش داك ريتوال ياك واش البندوش ديالها زوين تيجبني انا بندوش اللي تبقى الريحه هادو البنات اللي تخرجي صافي واحد شويه صافي كي ريحته كتحمر بحال شي شون بوين وكيدي وكيرغوي البنات ها هو غير خاص 25 درهم قدو قداش بليز قولوا لي واش عندكم شي بندوش زوين تيبقى في اللحم تخلي اللحم رطيطه ما خليت ما جربت صافي البنات انا شي حوايج الفيديو ديالي نكمل لكم راكم عارفين في الفتره ديال العيق اللي كنت تقيت توحمي وانا يا راجلي كيجيب البيض من عند واحد السيد كيجيبو من العربيه بيض زوين يا البنات وغير بجوج درهم وكبير بر زعما ماشي كبير مي كبير بر حيت اغلب ديال البيض كتلقاوهم صغيور وانا يا البنات كما شفتو كنت خارجه كنصور لكم فلوغ وتشهيت البيض وراجلي كل مره كنقول مازال ما جبتش ليا باش واش عنده الحضانه ولا ما نعرف راسي تسالي هذه تيبيعو داكشي تيتسالي قلت له بقا تقول له جيبوا لينا حنا عرفتي يا البنات هادو 17 درهم 16 17 18 هكايا راه مورا الحال ماشي كلشي ديالو فيه بيض كبير هذه بيضه كبيره جايه لداك البيض ديال بيبي كيحمقني كان كيديروا لنا كتدير لنا مرسيم في العروبيه هذه حتى هي كبيره بيض كبير صراحه يعني بحال اللي كتقام الوحده جايه 3 درهم هذه حتى هي كبيره هذه المهم كبيره برا مدوره ندير لهم شي اختي قدت هذه حتى هي كبيره برا شويه صمت ازلو اختي ازلو المهم هادي شي انا تشهيت البنات اما رصيتي الدار نورمال غالي خصك تبقاو تاخذوها من عند الناس ديال العربيه الثانيه مثلا وخديت هذا البنات الا مشيتو المارجان خدو فيه بزاف داير تقريبا شي 11 درهم 11 درهم وشي حاجه هكاك فيه بزاف البنات ارا ما تجري ارا ما تجري انا ما كيعجبنيش بابي جينيك في التواليت حقاش تيجيني رطب وتي تي في شكل فهمتو ما عرفتش تيجيني ماشي اقتصادي هذا اقتصادي البنات الاخر لا الاخر خصك تجري اطرام ودغيتي تسالى
هذا كيجينا اقتصادي غنعرف. قولوا هذه نتوما في لي كومونتير قولوا لي واش صافي ولا لا. هذا الشيبس البنات ديال نايز يلا خرجوها غو ناتور. انا ما فاش كناخذ الصخاطر غير مره كنجيب شي حاجه ما بغيتش البنات ندوخها حتى غتبرد وانا شبعان يلا تعشيت تندوقها معكم في فيديو ونقول لكم واش زوينه ولا لا. ولا في الانستغرام الانستغرام ديالي نيت رجبا شانيل وحتى تيك توك رجبا شانيل. ها هو يا البنات ليز ما عقلتش شحال كان 6 ولا ما نعرف. وخديت هاد الفايز نتوما عارفين البنات انا ديما كنهضر لكم على الماركه ديال الفايز لدرجه اختي وخلي سمعوني وخلاو الفرماج. خديت هادي البنات غير هذا خديت غير هاد الصغير بغيت نجربو صافي اما باقي عندي كنجيبو حنا ستوك. هانتوما شتو غير زوين راه نقولها لكم. هذا تقريبا 10 دراهم و لهاد هذا ديال مارجان زوين البنات صراحه. المهم شي 11 درهم شي 11 درهم ونص حتى هو زوين البنات. فيه شي 64 واخا انا ما كرهتش شي واحد كبير حيت انا كنستعملها جد بزاف. اي طبعا بالنسبه لي تجبد لانجات كنمسح به المكياج ديال داخل المكياج تنبغي نمسح اي حاجه اي حاجه كينفع كينفع بزاف لانجات. غير هو هذا باش زوين انه الطرف كبير يا البنات كتجبدوا حنا كبيره غير هو البنات ما فازكش بزاف بزاف. مي زوين مي زوين زوين. انا كاين حطو في الدوش مع بعضياتهم انا حتى في الدوش اختي خاصني يكون داكشي متناسق. واكيد لوسيور بلاتي شوف نوريكم انا المايونيز لوسيور في ما لقيتش كناخذو ديجا عندي هي باقا عامره يلا بديت فيها حيت ما لقيتش كبيره لقيتها صغيره في مارجا ماركت ديك المره. وهي هي صافي سالات. وهي اختي واحده اخرى الناس اللي تيحمق ولا مايونيز فحالي ما يكونش حامض مايونيز بنين بحال ديال الدار لوسيور. اما لو بغيتو الحامض اللي تيبغي مايونيز هكا شويه حامض خذوا ستار خذوا هذا. ويا البنات واش المايونيز ديال هينز واش زوين عافاكم لما نقولوها ليا بليز حيت طالع شويه في الثمن كنشوف الحار ديالو كيتشوف وداكشي ما عرفتش واش الماركه زوينه كنشوف حتى البوبليسيتي ديالو في الاذاعات وداكشي ويلي زوين داك هينز. المهم هذا اختي تيبقى النمبر 1 وكاين لا ستار لا والو اختي. هذا لوسيور واع بنين بزاف. واحد المره واحد قالت لي ويلي اختي هادي لاختي انا كيجوني الاخرين اللي فيهم ريحه المازوت. هذا اختي واعر لوسيور بنين بنين بزاف. هاد كي كيجي البنات مع البطاطا المقليه كيجي واعره وكيجي حتى مع الشلاضه ديال لي بات. ها هي البنات انا ما تختارينش هذا كتحمقني كتعجبني على الروز صافي غير شويه بلاتي خاصك تبقى على الغد وداكشي ما تخسرش. هذا زوين بعد ما تلقاو ب 26 لقيتو غير 23 وشي حاجه قولوا 24 درهم ولا 22 المهم شي حاجه بحال هكا. نشوف صافي البنات هادشي اللي خديت شنو اختي ما خصهاش فلوس بزاف والله. قلت وقلت ورجعوا لي الفيديو اللي فات كنت كنكون جو كنت كنكون جو بغيت تخرب هاد ديال الناس كنت كنتاخذو عسو الزيت وبقيت كنقول بحركة بحركة رجعت منها بزاف. حيت انا كنا كنجيبو هاد الايام بزاف بزاف. هاد ديال البنات هاد كان شي كودا عرفتش يا البنات دو كودا ميمكنش شحال بنينه ميمكنش ودا غير تيتسالاو. واخا هما صراحه شويه طالع في الثمن راه شي 37 درهم ولا ماعرفتش 35 ولا 34 ولكن بنان فيهم صراحه فيهم بزاف مقارنه مع كتمشي لماكد ولا هذا كيحطوا لك 4 ولا 5 ب 25 درهم 30 درهم ولا ما نعرف مقارنه معاهم راه مزيانه عرفتو بنان يا البنات. تتقليهم حاجه وحده خاصكم تاكلوهم ديك الساعه حقاش الكودا اللي فيهم ما كيبقاش يتجبد. والكودا اللي فيهم داخل بنينه بزاف. وكاينين وحدين حتى ديال الفلفله ما عجبونيش بزاف عجبوني هذا ديك ديال الفلفل نقدر نهار اخر نعاود نخدم ولكن هادو هما اللي كنتشاهم بزاف حيت بنان. ها هما صافي هكا الفيديو ديالي وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى انكم تخليو ليا بزاف 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 ديال لايك. شكرا لاي واحده كتخلي لي هضره زوينه الله يسهل عليكم والله يفرحكم. بالنسبه للبنوتات اللي بغاو اي حاجه من لاباج ديالي البلاك اللي ديما زعما كنوريها ليكم راه باقا راه تبارك الله في مكيسالي ستوك تنعاود نجيبها وثمن جد سمحوا لي ثمن جد مناسب 150 درهم. وصافي البنات نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي قولي نتوما شنو الحاجه اللي كتعجبكم بزاف مارجان وقولي واش هادشي اللي خديتو واش نتوما كتاخذو ليها. باي باي نتلاقاو فيديو جاي ما تنساوش لايك. باي باي.